قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. افتح معايا مزمور 91. الشخص الذي يسكن في ستر العلي في حماية الإله القدير، كلية الكفاية وكلية القدرة، إل شداي ببيت. أقول الرب، يستخدم كلمات منطوقة: أنت ملجأي، أنت حصني، إلهي اللي دايما بتكل عليه طول الوقت. حين إذ، كلمة لأنه في العربي مش واضحة، هي المفروض تبقى حين إذ، نتيجة أن الشخص سكن في ستر العلي، نتيجة أن الشخص في ظل القدير بيبيت وطول الوقت بيعلن الكلمة بلسان، وطول الوقت عايش جوا الكلمة، ساكن جوا الكلمة، هو يقولها حالا. نتيجة هذا ينجيك من فخ الصياد، من وباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن الكلمة. الكلمة هي الحماية بتاعته. لا تخشى، يعني بيقابل الظروف عن طريق استعمال الكلمة وليس عن طريق دماغه شغالة ازاي، الخبرات بتاعته ايه. قد يكون بتواجه موقف معين بتعلن الكلمة، تقول باسم ربي يسوع الحاجة دي، نتيجة ان فهمك الكلمة بتعلنها صح، ليس تفاؤلا وليس انك انت بتستبشر خير وجواك في خوف. تكلم عن شخص بيتكلم نتيجة ان الكلمة خارجة من فمه نتيجة الذخيرة الصح لجواه. لا يخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير أو طلقة أو سميها بلغتنا النهاردة في النهار، ولا من وباء يسلك الدجا، ولا من أمراض منتشرة، ولا من هلاك، أو زي ما قلت قبل كده جاية في العبري هي كارثة تحل أو موت مفاجئ، كارثة تحل في عز الظهر، أو جريمة قتل تنقذ من دواء، أو حادثة وإنت مسافر. الكتاب يتكلم عن الموت المفاجئ هنا في العبري، ينقذ منه شخص أو ما هو كان ماشي بالكلام ده. يسقط عن جانبك 1000 ربوات، عن يمينك إليك لا يقرب، إنما بعينك تنظر وترى منجزات الأشياء. الكلام ده كتبه موسى وليس داود، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي جعلت علي مسكنك، لأنك عملت كده لا يلقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصطدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ. نتكلم هما ماشيين في البرية وبيتكلم إزاي عبروا، أكيد واجهوا حيوانات مفترسة، واجهوا ده موسى اللي مسك الحية من ديلها، كان ده له معاني عندهم. اشمعنا رب اتقابل معاه في العليقة؟ العليقة دي عبارة عن نبات مليان شوك، أي زي بالظبط كده ما اتكلم وقال له الأرض هتعطيك شوك يا آدم نتيجة اللي انت عملته. فرح الرب اتكلم معاه من حتة ومش من قليل، رب يسوع اللي اتحط عليه كليل شوك. الكلام ده ليه معاني عندهم. هو ده موسى اللي بتكلم عن التعبان اللي هرب منه أول ما العصاية اتحولت لتعبان. الكتاب بيقول عن موسى إنه هرب، رح الرب قال له ما ينفعش تهرب، امسكه من ديله، ده معناها حالة انتحار، امسك اللي انت خايف منه من ديله. هو ده اللي بيقول الكلام ده، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي ونجيه ورفعه، لأنه عرف شخصيتي. زي ما قلت قبل كده الاسم هو مدلول الشخصية، لأنه تعلق بحب شديد ليا. ارجع وادرس شرحت مزمور 91، لأنه تعلق بي، أي معناها تعلق حبا فيا، أنجيه أرفعه، ليس فقط أكون بحمي، الأمر مش بيعدي بالعافية، ده كمان بكرامة أرفعه لأنه عرف شخصيتي.
شايف ربط الأحداث ببعض؟ كل ما بتعرف الكلمة، كل ما الرب بيبتدي يرى في حياتك. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وإيه؟ أمجده. مش بس كده، من طول الأيام أشبعه، وأثناء الأيام دي أريه خلاصي. هو ده الروح القدس، هو ده الرب عايزه. عهد قديم وعهد جديد، الأمر بيشرح نفسه في الكلمة. ده مستوى من المجد، إنك مش تعدي الموضوع بالعافية، ده مستوى من المجد، إنك تعديه أساسا. في ناس بالأمور بتيجي تطحنها ويطلعوا بأمراض بعد كده، لكن ده مستوى مجد، إن الشخص عدى المرحلة ودخل على المرحلة اللي بعد كده، إنه بينتصر على المشاكل. مش بس كده، ده في مستوى تاني من المجد، إنه بيعبر المشاكل بمجد وناس تنبهر حواليه. وده بيجيب إيه المجد لمين؟ ليسوع. ده المدح مجده، بيجيب المجد ليسوع، ولعشان الناس ترى وتشوف. أول ما الناس شافت إنكم أنتوا عايشين في حالة لعنة، اسمي تنجس. لكن الناس لما هتشوف إيديا وهي بتطلعكم بقوة من الموقف دوا، هيعرفوا اسمي هيرجع تاني يقدس. الموضوع إن كنا بندرس عن المحبة وبنفهم إن في إله مستلم الأمر بتاعي، هذا لا يعني إن الحوارات اللي كانت عمالة تدور جوا أذهان البشر، المفروض لما أنت بتمشي بمحبة مش بتدور في ذهنك فلان عمل معايا كده، موضوع إزاي عدي بالساهل، إزاي الحاجة دي ما لهاش ردع وما لهاش إيقاف، إزاي فلان بيكمل في التطاول دوا. الحوار دوا زي ما شرحت عن رب يسوع، عدى في يسوع وقال أنا هعدي في حالة خجل، ورجع تاني عمل الحوار دوا، قال بس في إله هيقف معايا ويطلعني من الموقف دوا ويدافع عني. فعشان كده احنا مش مفترض نفكر بطريقة التفكير دي، لكن إن كان عليها هي موضوع يستحق إنك تفهم إن الرب بيستلم طريقة التفكير دي بقى هو، فأنت ما عليكش تستلمها. الحوارات اللي بتدور إن إزاي يحصل كده، أين العدل، أين الحاجات دي كلها، اوعى تفتكر إنها مش فارقة مع الرب، فارقة معاه، بس هو اللي بيستلمها بقى، فلا داعي إنك تستلمها. لما يجي الكتاب بيقول من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي، ده أمر بيهم الرب أن يظهر مجده، وكلام الناس بيفرق. أنت كشخص مفروض ما يفرقش معاك، لأن في من هو استلم القضية، بس مش معنى كده أن الموضوع ده هو السماء بتتغافله. كل ما يقال، كل ما حدث، وكل شيء له حسابات، بس القصة تكمن أنك أنت مش بتستلم حساباتك، موضوع متساب عليه هو. وزي ما قلت قبل كده، من هم في عبرانيين 11 الكتاب يقول عليهم لم تكن الأرض مستحقة لهم، واستخبوا في المغاير والشقوق عشان متقتلوش، لأنهم بيقدموا كلمة الله للناس. ومن سخروا منهم، ومن تكلموا عليهم بافتراءات، وكل دوا. الكتاب بيقول هيجي الوقت، أول ما الضيقة تبتدي هكون اختطفنا في الوقت دوا. الناس دي نفسها اللي مشي بنفس المنهج، قد يكون ناس منهم ماتوا، بس الناس دي نفسها هيستخبوا في المغاير والشقوق، هتحاولوا يطلعوا الفضاء علشان هربا من الأرض. ليه؟ لأن في يوم الأيام نفس الأرواح اللي اشتغلت، الأرواح مش بتموت، الأرواح هي قاعدة في نفس الأجيال، هي اللي اشتغلت على الناس اللي اضطهدوا رجال الله، وهم نفسهم خضعوا نفس الأرواح الشريرة دي. وكما فعلوا في رجال الله هيفعل فيهم، انهم هم نفسهم هيحاولوا يستخبوا، عارفوا ان يوم غضب رب. بمعنى كده بيكشف لنا الكتاب ان الناس هتنكر في الاذاعات والتلفزيون ان احنا هننقذ الارض، والوحش هيقف يقول هننقذ الارض، و و و وفي قراره نفسه يعلم جيدا ان ده غضب الله على الارض، وهذا هو غضب الله، وليس ما يحدث في أي سيول أو كهربة حد أو حد مات أو صعق أو هذا ليس القضاء. يوجد قضاء حاصل نتيجة شخص عمل أعمال، دي حاجة تاني، لكن في حاجات بيبقى أماكن إبليس بيحاول يقتل الناس فيها ملهاش دعوة بالقضاء. عشان كده ما يطلق عليه قضاء وضع في السبع سنين دول. عشان كده الأمر مش بيعدي بالساهل مع رب، يوجد تكريم
لأولاده. هناك ناس ماتت وما خدتش كرامتها هنا على الأرض، هتاخدها بأن هيجي الوقت وهيقف ويفاجأ الشخص ده أنه بيتحاكم لما قبلش يسوع، بيتحاكم من الشخص اللي قد يكون هو قتله. الرب يسوع قال كده، هم يكونون قضاتكم، أولادكم بيطلعوا الأرواح الشريرة معايا، بيشتغلوا معايا في الأرواح الشريرة وبيطلعوا الأرواح الشريرة أنتوا بتسموه بقى على زبول. طب إذا كان كده وعيالكم بيعملوها إزاي معايا؟ قال لهم الحقيقة أنهم هم هيكونوا قضاتكم. معنى كده الأب في يوم من الأيام لو استمر على عناده أنه ما يقبلش يسوع، هيقف يوم من الأيام وابنه هو اللي يحاكمه. للأسف لا يعبر أمر إن كان حد فكر عنك فكرة سلبية وسمح بيها، مش بس عمل حاجة، ده فكرة بس، الأمر مش بيعدي. مجد الرب هو أن يرفعك ويرفع شأنك، وأنت لا تعلم، قد يكون هذا الشخص عاش حياة صعبة جدا في الخفاء، في الوش يظهر لك صلابة وأنت لا تعلم. افتكر كويس جدا، رب يسوع هو في الصلب، مرات الحاكم قالت له إيه؟ قالت له إياك وهذا البرش، ده أنا تعذبت في حلم امبارح. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ هل معنى كده الملائكة كانت بتنقذ يسوع من الخلاص، من إن هو يموت على الصليب؟ الإجابة لا، لكن الملائكة كانت بتنقذ الشخصية اللي قلبها رائع دي، اللي إحنا مش عارفين عنها حاجة غير لما ذكرت هنا، اللي يوجد حاجة وبيقال لها ابنة يسوع بعدين، إن الحالة دي في قلب في وسط قصر الحاكم اللي حكم. إحنا شفنا مشهد إن هو بيتكلم حلو مع يسوع، في مشهد تاني بيسخر من يسوع. حط الاثنين على بعض، هو سخر وتعامل بجدية مع يسوع، الأمر مش لعبة، أنت إله ولا مش إله؟ لكن شفنا مشهد إن مراته الملائكة كانت عايزة تنقذها من المسؤولية، وبكده أنقذت، هي عملت اللي عليها. في جوه قلب المكان اللي بيصدر فيه القرار، أنت لا تعلم ما بيحدث. المجد والكرامة الإلهية أن يرفعك، وليس فقط أن هو يرد كرامتك، قد لا تعلم بهذه الأمور في السماء. من الشطارة منك أنت تكون شخص حكيم أن ترى الأمور دي في عالم الروح من خلال المشاهد الكتابية، وأن الكتاب يتكلم أن هو بيقايد أمم بسبب أنه يوبخ ناس يقول لهم لا تقترب ولا تمس مسحي، ويعطيك مجد في الخفاء وأنت لا تعلم. قد تظهر بعد كده في ناس تتعامل معاك بهيبة وتقدير، أو الشخص تقول لي مش عارف ماله النهاردة هدي علي، لأنه ده الشغل الروح القدس. أنت لا تعلم ما بيدور في الأفكار، لا تعلم إن الشخص ده هو واقف بيتكلم معاك، بتجيله ملائكة وتقول له إياك وهذا الشخص، في حالة من الرعب بتجيله أفكار بالطريقة اللي هو بيفهمها، خلي بالك لحسن ده يأذيك، خلي بالك بيبتدي الراجل يخاف، بيتكلم معاه بهذه اللغة هو مش بيفهم غير كده، ده شغل الروح القدس. لو انت عايش في الجو ده وواعي لهذا الامر، مع ان في ظروف بتحصل بس مش واعي للظروف، بس واعي ان الروح القدس شغال في شغلك، في دراستك، في شغال في كل ما يخصك، وانت قاعد دلوقتي مش لازم تتابع الامور وتتصل بفلان وترتبك، بتتصل فقط للمتابعه الحقيقيه وليس من ارتباك، ده تمام. لكن في داخلك بيدور ايه من افكار؟ اللي انت بتشوفه هو اللي بتبقاه، فبالتالي ركز في دوا. الروح القدس عايزك تتعامل من حالة سيادة وهدوء، وليس من حالة رعب وخوف. ابتدي تشوف الصورة دي جواك في تخيلاتك، مجد رب بيرعى على حياتك في الموقف ده، وإيه التحدي بتاعك؟ افتكر المجد مرتبط بأي فئة عمرية، من الشخص هو في بطن الأم كمان، والأم إنها بتتعبش في الحمل، إلى مرحلة في الطفولة، إلى مرحلة إن هو أكبر وأكبر، إلى مرحلة المراهقة، إلى مرحلة الرجولة، إلى مرحلة إن هو يفتح بيت، كل الحاجات دي ده شغل الروح القدس، إنه يظهر مجده على من طول الأيام. أشبع أريه خلاصي، أنا هأريه خلاصي كل الأيام دي، وليس إنه يعيش حياته طويل الأيام بس منغص فيها، لا، أريه خلاصي في هذه الأيام، أرفعه ومجده. ايه الكلمات اللي الكتاب بيقولها؟ ايه اللي خلى موسى يوصل للحته دي؟ انه ادرك ان هذا الاله اله بيتعامل بالصوره فقط، المفتاح عدد 1 و2، الساكن في ستر عالي في ظل ايل شداي بيبيت، اقول
أنت بيستعمل لسانه. هنيجي للطريقة، لكن نتكلم عن مستويات المجد، فيبتدي يرى المجد على حياتك في كل زاوية، في كل ركن، في كل موقف. في الأول قد تكون الأمور مرتبكة، إنك لسه بتكتشف، فطبيعي ما تحبطش، لسه بتبني، لسه بتتحرك بإيمان في الموقف ده، وبتفهم الكلمة بتقول إيه في الموقف ده، إلى أن تكبر تكبر حين وتسيطر على الوضع اللي حاصل في الموقف ده. بتلاحق من هنا، بتلاحق من هنا، هذا ليس خطأ الرب. لو أنت بتعرف الكلمة من بدري كان زمانك بنيت حياتك صح. لكن اتعامل كأني بيت اتحرق، فأنت عمال تبني في الأوضة دي، وتشوف المحارة هنا، وتشوف الحاجة اللي باظت، فأنت شغال. أول ما تبص على الموقف، لما بصتلوش من عالم روح بالنظرة الأبعد، زي ما بقول دايما في الدراسة، بص لقدام. بدل ما الشخص يبتدي بحماس في الدراسة ويحبط لأنه مش باصص للنهاية بتاعت الموقف، شوف نهاية الموقف، شوف المجد اللي هيحصل. وانت شايف الحياة محروقة في الحتة دي، مليانة بالخراب في الحتة دي، ابتدي تشوف صورة مختلفة جواك. خلنا اختم معك بالآية دي، المرة جاية نكمل. رومية 12 عدد 1. فأطلب إليكم، بما أننا درسنا وفهمنا رحمة الله اللي كان بيتكلم عنها، أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم الروحية. ما تتأثروش باللي حاصل في العالم، لا تشكلوا هذا الدهر، ما تتشابهوش مع الوضع الحالي. إيه الطريقة يا الله لنا تخليني أعيش على الأرض من غير ما تأثر بالأرض؟ فيقولوا عليا سوبرمان، يقولوا عليا أنك أنت عايش من كوكب تاني، يقولوا لقلوب بس كده، بيقول كده. ولا تتشابهوا مع هذا النظام اللي حاصل في العالم. بتكلم عن الدهر هنا، بتكلم عن النظام، الأيون في اليوناني، الأيون مش الكوزموس، ما كان بتكلم عن النظام. إزاي لا أتشابه مع النظام اللي حاصل في العالم بما فيه من أمور ونكبات وهبوطات وتقلبات؟ إزاي؟ بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ابتدي تغير عن طريق مخك، ابتدي يفكر حسب الكلمة. تجديد ذهني معناها بتحط أفكار صح بدل أفكار غلط، دي عملية داخلية. فإيه اللي هيحصل؟ هتختبر، وفي مراحل هتختبر اللي الكتاب بيقوله عنك، إرادة الله ليك الصالحة، اللي الشخص كان في الأول المشاكل بتاكل منه ويعاني ويبتدي جواه يسخن داخليا، يبتدي يبقى فيه صلابة حصلت نتيجة الكلمة، يبتدي جواه يبقى مش هش، مش يضغط، مش كل حاجة يقول بالضغط، مش ردات الأفعال بتاعته جاية من لبخة وارتباك، جاية نتيجة أنه بدأ يفهم من هو نتيجة الكلمة. لا، ده في مستوى تاني كمان، ان يدخل على مستوى ان الامر مش بس عداه من غير ما يحبط، بس المشكله كانت ما تصلحتش، لا ده المره دي لا المشكله تصلحت، فالامر مرضي مش بس صالح، لا ده مرضي، لا ده في مستوى اروع كمان اللي هو الكامل. دي ثلاث مستويات. الكامل ازاي يوصل لمرحله ان الشخص مش بس بيحبط بل قوي داخليا، بل كمان هو قدر يعدي الموقف، بل كمان عارف يساعد آخرين، أو إذا كان يظهر مجد عظيم في الموقف بصورة قوية، فهي دي الكاملة. دي الثلاث مستويات الروح القدس عايزنا نعيش طبعا إلى آخرها، وليس بس في أولها، لكن في مراحل من التدرب. عشان ما تحبطش إن كان لسه في حياتك في دوائر لسه، بس ابتدي. أهم حاجة تبتدي، افتكر أنت ملزم. الموضوع لأني ده فكر من أفكار منتشرة كتيرة في أفكار محاولة معرفة الله في الأرض، سواء إلحاد أو غيره، إن الإنسان بيتولد ويرجع تاني في الأرض يبقى تراب وخلصنا على كده، أو بيتحول إلى حيوان تاني، أو يتحول إلى إنسان تاني، إعادة تجسد بصورة أخرى. ففي حالة من إن الإنسان سايب الملف ده وبعيد عن الكلمة، فضلمة، فطول الوقت مش حاطط مسؤولية في حياته، فبيعيش الشخص حياة معتقد ان هو مش مفيش التزام عليه، بس في داخله عارف ان هو ماشي غلط. اما يسوع فبيحط قدامك هدف،
أن تحيا وتحيا في روعة، ما فيش حد مش عايز كده. الشخص اللي يقول لك أنا مش عايز أعيش العيشة دي، يوجد شغل من التربية خطأ عليه، إلى أن وصل أنه اختار غلط. وبدل عكس مزمور 25 أنه بيدرب الإنسان عشان يعرف يختار طريقه صح، لا لا لا، ده يبتدي هو يستسلم الحياة ويختار خطأ. يقول لك هو كده، ما هي خربانة خربانة، أنا كده، أنا ضد نفسي، يبتدي يبوظ في حياته، يبتدي جايب جهاز يكسره، وبعد كده يرجع يقول هو كده، يرجع يشتري تاني وهكذا. فيعاني ويعاني ويعاني نتيجة أنه هو مش فاهم. الله حطت له هدف أن يحيا في مجد، عكس هذا ينجس اسم يسوع. روح قدس عايزنا نوصل بحال احنا نساعد آخرين ونمسك بأيديهم ونخرجهم من العالم اللي تعبان، وده نتيجة انك انت فهمت ازاي تخرج الآخرين، ده نتيجة انك انت فهمت انت بتمشي ازاي. من هو يسوع بالنسبة لك؟ يسوع هو حياة وليس فقط شخص، هو طريق التفكير. تغيروا عن شكلكم الوضع بتاعك والشكل، مش بتكلم عن الشكل الخارجي، بتكلم عن الوضعية بتاعتكم دائما. يعني أنا مش لاقي لحد دلوقتي آية فيها شكل مترجمة صح في العربي، عهد قديم وجديد. هنا الشكل مش بيتكلم عن الشكل الخارجي، بيتكلم عن الفورم أو الحالة اللي أنت فيها. هنا الشكل مش بيتكلم عن الشكل، حالتك. روح القدس عايزك تعيش في حالة غير العالم. كيف تنعزل وأنت في العالم؟ عن طريق تجديد أذهانك، أي بتحط أفكار مكان أفكار، يحصل حالة تفكير سليمة تجاه نفسك، تجاه المواقف، تجاه كل الأمور، تجاه الله، تجاه الناس، فيظهر مجد الله في تفكيرك أولا، فتبقى بتعرف تفكر صح. قد تكون لسه الظروف ما اتغيرتش، لسه في المرحلة الأولى، أنت كده في مرحلة مش وحشة، صالحة، أحسن من الأول، لا لسه في مرضية، لا لا، ده لسه في كاملة، في مستوى أعلى وأروع اللي رب عايزك توصل له أساسا. أي حد فينا إذا كان معاك أطفال، تبقى دايما شايف الصورة الأبعد، إن الطفل ده مش هيقعد طفل طول عمره، أنت شايفه في الحتة إن هو ناجح في حياته وشخص ماشي في خطة الله، لو أنت بتفكر حسب الكلام. فأي حد مش بيفكر بس في الحتة بتاعة الأحجام الصغيرة والأطفال، قد ما هو بيفكر ببعد، لأنه الآباء الصح الصالحين هم اللي بيذخروا الأبناء، لأنهم شايفين حاجة صح لقدام، مش ببص تحت رجليه. عشان كده روح القدس عايزنا نفكر بالصورة دي، ألا نتأثر بهذا العالم. وإحنا بنعبد الرب، خلينا نقدر اللي حصل نتيجة عمل الروح القدس ده. ليكن شكر بيخرج من فمك، قد تكون ظروفك زي ما هي. خلينا نقف مع بعض. اكتب عايزك تفهم ده، الرب بيشير إليك، بيكشف إليك، بيعلمك، بيقودك. قال له دربني علشان أعرف سر الرب اللي خائفي، أنا عايز أعرف إزاي أختار الطريق الصح نتيجة الكلمة. أنا أتغير عن الوضع اللي أنا فيه، أنا بتغير عن الحالة اللي أنا فيها نتيجة تغيير تفكيري. تجديد ذهنك يعني تغيير تفكيرك بحسب الكلمة. ليس لك التعاسة والحزن، ليس لك أن تحيا في حالة كر وفر في هذه الحياة، عمال تهرب من الحياة. ده وقت فيه تمسك التعبان اللي كنت الأول بتهرب منه وخايف منه، دلوقتي فيه أنك زي تتعامل مع ظروف الحياة والمخاوف. رب يريد لك سلام وبر وفرح، يريد لك حياة لتملأ قلبك وفكرك بالكلمة، لتملأ قلبك وفكرك حياة الله في داخلك، املها بالمبادئ السليمة، لتجلب المدح لمجد اسمه، لتجلب المدح له، فيكون تفكيرك ليس حسب العالم بل حسب الكلمة. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لا تحيا في حالة تعاسة وحزن، لا تحيا في حالة أن ذهنك عمال يتسحب مش عارف تسيطر عليه، لا تحيا مهزوم من خطايا،
لا تحيا محزون من ظروف، أنت دعيت أن تحيا بقوة الروح القدس، بحياة الله. قومي استنيري، قومي، لأن المجد رب أشرق عليك. فليس أن تحيا قاعد في حالك كده. الكتاب يقول خلاص رب عملها، باقي الدور بتاعك. قوم قوم، لأن قوة القيامة الآن في داخلك. الكلمة قريبة منك، هي في فمك، أعلنها. قوة حياتك بلسانك، تكلم الكلمة. إن كان مرض، تكلم إلى هذا المرض باسم رب يسوع. أنا في قوة إلهية بأخرجها تجاه هذا الشيء. دراستك، شغلك، أنت تقدر تنده الأمور دي الصح، تقدر تخلق عادات صح. أنت لست بشري عادي، كمولود من الله المجد بيحيط بحياتك. أنت مستنقع من المجد، أنت وضعت لمجد الله علشان تمدح مجده، وليس لكي يجلب العار على اسم يسوع. هتعبر وتعبر بانتصارات ضخمة، وهتعبر بقوة روح القدس. قد لا يكون مواقف قابلة للتغيير، يمكنك تغييرها. أي حاجة في العالم ليس لها رصيد، أنت معك رصيد سماوي وتحت حماية. أراد إبليس أن يصل إليه، مش هيقدر. الميراث بتاعك محفوظ، لا يمكن أن يقترب إليه. في العهد القديم كان بيحاول إبليس ياخد تابوت عهد الرب، ويحاول ياخده ويبعده، علشان عارف إن المجد هنا. أما أنت فلديك ميراث لا يتدنس ولا يضمحل، لا يأكل السوس ولا الصدى، محفوظ في السماويات. يمكنك أنك تشتغل به هنا على الأرض. مجد رب بيرعى على حياتك. داود بيقولها في مزمور 71، بيقول وتزيد عظمتي. ده مش بس بيجعلك في الحالة دي، بل ياخدك إلى مستوى أعلى وأعلى. هذا هو ما أنت وضعت عليه. قد لا يرى هذا الناس اللي حواليك. يسوع كان في ناس بتحبه، كان في ناس تكرهه، يسوع كان في ناس تتريق عليه، لكن كان بيحيا في مجد غير مزلول بالبشرية، غير مزلول من شهواته، غير مزلول من خطايا، غير مستفز في الأرض. المرض ليس له مكان في حياته. هذا النموذج اللي تعيش به، مسيطر على ذهنه، يأكل الحياة أكل. إن كان البحر هاج، وقف وقال لهم إزاي ما تصرفتوش. هذه هي ردودات الأفعال السليمة، ليس من رعب وليس من خوف. أنا في حياة الله، ابتدي أعلن الكلمات دي. أنا في روح القدس، أنا في حياة الله. أنا أغير الوضع، أنا أغير البيت بتاعي، أنا أفراد أسرتي بيتغيروا. لا يظلمك أحد، تفتش على منازعيك فلا تجدهم، يكون محاربك لا شيء كالعدم. يسوع مات علشان يعطيك هذا الرصيد، علشان تسيطر على الأرواح الشريرة. الكتاب يقول يخرجون الشياطين. للدقة هي جاية معناها بينتهروا شياطين، مش لازم تخرج من داخل شخص، يمكنك أن تنتهر الأرواح الشريرة. امشي من شغلي، مش بس تكون جواش أشخاص، تنتهر الأرواح الشريرة. ليس لك مكان يا إبليس في البيت بتاعي، ليس لك مكان في الصحة بتاعتي. أنا مش من مرض لمرض، أنا من قوة لقوة، أنا من مجد لمجد. إن كان الموقف ده طول في حاجة معينة، ابتدي ادرس أكتر في الكلمة.
رقص بيبني إيمانك ويكمل نقائص إيمانك، إن يسوع رئيس الإيمان ومكمله، وهتوصل لها وهتعرف تجيبها. ليكن لديك هذا الأمل دائما ناتج من الكلمة. ابتدي أقف قصاد المراية وتكلم وقول أنا في حياة الله. ابتدي تشوف نفسك، لو على الموبايل بتاعك بتطلع صورتك تقول دوا موجود في حياة الله، أنا في حياة، أنا في قوة الله، أنا أؤثر ولا أتأثر، أنا أغير في الواقع، الحياة هي خبزي. كل ما كانوا بيبوظوا بير مية لإسحاق بيعرف يطلع غيرها، مش مشكلة، مش دوا، مش دوا ازدهارك، مش دوا الطريقة اللي هيجي منها الخير بتاعك والوفرة بتاعتك. إن كان المصدر دوا حد قفلهولك هيطلع لك من حتة تانية، تلاقش فقط تكلم. هللويا، ما أروع هذا الإله، ما أروعه. قد يكون الوضع لسه ما اتغيرش، ما تحبطش، ما تحبطش، لا للإحباط لا للحزن. زمجر بروحك واطلق كلمات ألسنة وتعلن فيها أنا بغير الوضع دوا. ما تشغلش مخك إزاي أنا بغير الوضع دوا باسم رب يسوع، الوضع دوا كذا كذا، وتتكلم الكلمات. العالم بيعاني من ظلام، أنا نور لهذا العالم، أنا بربح نفوس أكتر، أنا بربح نفوس أكتر، أنا بنقذ ناس أكتر، أنا تفكير الرب، وقتي للرب. اشتغل على أفراد أسرتك، على العيلة بتاعتك، لا تتركهم في إيدين إبليس. ادخل أنت بالصلاة. قد يكون الباب مش مفتوح للكلام، الرب هيفتح باب للكلام، ما تشيلش هم، صلي. روح قدس هيفتح عينيهم يشوفوك صح، ويبتدوا يقبلوا الكلمة ويقتنعوا بيها. هللويا. اوه، لا يوجد شيء غير مستطاع للذي يؤمن، لا يوجد شيء مستحيل، فقط امشي بالإيمان. إبليس بيحاول يخلي الإيمان يغوص في الأرض دلوقتي، يسوع هيجي يبحث، هيجد الإيمان في الأرض، الناس اللي موجودة في الضيقة مفيش عندهم إيمان. أما أنت فلديك القدرة أن تؤمن وأن تسير بالإيمان. كل شيء مستطاع للذي يؤمن، كل شيء مستطاع للشخص اللي بيحط إيمانه. آمن بالكلمة، آمن بقوة الله اللي فيك. أنت مش الشخص الهش الضعيف، في داخلك قوة الله. أعبد بكل قلبك. Yeah.
بيعيش يسوع لا تدخل إلى حالة المجد المستمرة الغير متقلبة عكس العالم ده. كنت لسه ما خدتش يسوع يكون هو السيد على حياتك، صلي معايا الصلاة دي. الصلاة هي دي عبارة عن طريقتك إزاي تدخل مملكة الله هنا على الأرض. اعلن الكلمات دي بكل قلبك، ركز فيها وانت بتقصدها وبتقصد كلماتها. الله أنا بجيلك مؤمن بيسوع المسيح إنه مات وقام شكرا من أجل هذا الخلاص نصنعه من أجلي. يسوع أنت سيدي وربي من هذه اللحظة، شكرا أنا ولدت منك، ولدت من الله، أخذت حياتك، أنا من عائلة الله دلوقتي. أشكرك، شكرا من أجل عمل يسوع. كنت صليت الصلاة دي، ادينا خبر، عرفنا إذا كنت في القاعة أو بتتابع معنا على البث المباشر، لأن ساعتك إزاي تكبر في الحياة الإلهية دي وتقدر تكون بتنمو وتعرف أكتر إن في مشوار بتحرك فيه في مفهوم الكلمة عشان تستفيد من هذا العمل اللي صنعه يسوع. شجعك تمتلي بالروح القدس. الروح القدس هو شخص الله بيسكن في الإنسان، بيديلك قدرة عشان تقدر تصلي بالروح، خليك تفهم الكلمة ويمشي معاك مشوار في حالة من العمق. شكرا، استقبل الروح القدس الآن، افتح فمك وابتدي تتكلم بألسنة. الألسنة هي لغة صلاة، هتكون مش مفهومة، ده معمول علشان كده. الروح القدس بيخليك تتخطى ذهنك المحدود انك تصلي بالروح. هللويا، مبروك ليك إذا كنت صليت الصلاة دي. كنت صليت الصلاة دي، حياتك لن تكون كما كانت. وبشكرك من أجل حياة كل واحد وواحدة، من أجل كل واحد بيتابع معنا على البث المباشر. قوة روح القدس على أذهان وقلوب كل واحد وواحدة لفهم واستنارة نعمة على حياتك وعلى حياتك تزداد، ومجد الرب بيرى بقوة الوقت اللي جاي. أشكرك بابا، نحبك، لك كل حياتنا، كل الحياة لك. هللويا، في اسم يسوع، أمين. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.